عارض والدها عملها في الفن، واشترط عليها أزواجها الاعتزال، كما عاشت مطاردة مع معجب مهووس. ما هي قصتها مع حسني مبارك وجمال عبد الناصر؟ أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة وأسرار الفنانة اللبنانية نجاح سلام. قبل المواصلة لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء. لا تنسوا أيضا ترك التعليقات والانطباعات والاقتراحات أسفل الفيديو. نجاح محي الدين سلام مطربة وممثلة لبنانية، ولدت في اليوم 13 من شهر مارس آذار من عام 1931 في مدينة بيروت اللبنانية، وهي تنتمي لأسرة مسلمة الديانة. والدها الملحن المشهور محي الدين سلام وجدها عبد الرحمن سلام مفتي لبنان السابق. لها شقيق وحيد هو الصحفي عبد الرحمن سلام الذي نعته نجمتنا عام 2020. تعلمت نجاح أصول الغناء على يد والدها، كانت دائما ما تشارك في حفلات مدرستها وتغني على خشبة مسرحها. نالت نجاح دعم عائلتها في مسيرتها المدرسية وموهبتها الطفولية، وبدورها نجمتنا كانت تعشق الغناء منذ طفولتها، حتى أنها ابتلعت إبرة الفونوغراف وهو جهاز لتسجيل الصوت لاعتقادها أنها إذا ابتلعته ستكون قادرة على الغناء كالأسطوانات. رغم موهبتها المميزة إلا أنها أكملت دراستها وحصلت على شهادة الثقافة العامة، وبدأت تعمل ككاتبة على الآلة الكاتبة في الإذاعة اللبنانية التي يديرها والدها. ولحسن حظها زار محمد عبد الوهاب الإذاعة حينها. لم تفوت نجاح تلك الفرصة من يدها، فظهرت أمامه وقدمت له نفسها وغنت له. أشاد محمد عبد الوهاب بموهبتها وأصر على ضرورة استثمار صوتها الفني ونزولها ميدان الغناء. قدمت بعدها نجاح حفلات متواضعة عدة، التقت بفريد الأطرش في واحدة منها، والذي بدوره أشار إليها بضرورة نزولها ميدان الفن ونصحها بالسفر إلى مصر للبدء في مسيرتها. إلا أن والدها رفض دخولها مجال الفن ووقف معارضا أمام سفرها. وعلى الرغم من ذلك إلا أن نجاح سافرت إلى مصر وتعرفت هناك على كبار الفنانين أمثال أسمهان وأم كلثوم. ومع نهاية أربعينيات القرن الماضي سجلت أغنية حول يا غنام، وهي أولى أغنياتها والتي حققت شهرة واسعة وكانت بداية محفزة لها في عالم الغناء، لتكون مصر بداية انطلاق نجمتنا الغنائية. بعد عدة نجاحات عادت إلى لبنان وسجلت عددا من الأغاني لتبدأ شهرتها تذاع في الوطن العربي شيئا فشيئا. ومع لمعان اسمها في عالم الغناء بدأت نجاح عملها في السينما، وأدت أدوارا بطولية رئيسية منذ بدايتها مع فيلم على كيفك تلاه فيلم الدنيا لما تضحك وغيرهما العشرات. كما كان للأغاني الوطنية حيز كبير من مسيرة نجاح ونصيب كبير من موهبتها. فبعد العدوان الثلاثي على مصر قدمت نجمتنا أغنيتها الشهيرة يا أغلى اسم في الوجود، والتي كانت بوابة لعشرات الأغاني الوطنية في تلك الفترة. ومع انتصار سوريا عام 1973 قدمت نجمتنا أغنيتها الشهيرة سوريا يا حبيبتي إلى جانب محمد سليمان. وبسبب الحرب التي عانى منها لبنان استقرت نجاح في مصر، وكانت أغنيتها يا أغلى اسم في الوجود يا مصر صاحبة الشهرة الأكبر في مسيرتها الغنائية،
حيث كان صوتها يدوي في كافة الطرقات والبيوت، وكانت كفيلة بزلزلة الكيان الصهيوني، حيث ظهر موشي ديان في الكنيسة مصرحا: أخرس صوت نجاح سلام، فهو يهدد إسرائيل. كانت تلك واحدة من عشرات الأغاني الوطنية العميقة التي قدمتها نجمتنا لمصر، والتي اعتبرتها بلدها الثاني، فتفاعلت مع قضاياه بشكل مشتعل. برز ذلك من خلال تأييدها لثورة 25 من يناير، والتي اعتبرتها أشرف وأعظم ثورة في التاريخ لما عاشته مصر، وبحسب تصريحها: من فترة عصيبة توارت فيها البلاد عن الثقافة العربية وعن وجه الحضارة. وقد عبرت نجاح عن سعادتها بنجاح الثورة وسجن مبارك، مضيفة أن جمال عبد الناصر كان زعيما عظيما، عفويا وتلقائيا، جعل الشعب العربي يتنفس الصعداء على عكس ما عاشته مصر على يد مبارك. عاشت نجاح قصة حب مع المطرب والمخرج محمد سليمان، إلا أن والدها رفض زواجه منها بسبب اختلاف الطوائف، لكن حبها له دفعها للهروب معه فتزوجته وأنجبت منه ابنتيها ريم وسمر. عاشت نجاح معه حياة زوجية مستقرة يسودها التفاهم، وقد أيد كل منهما الآخر، وكان الثنائي قد هربا من لبنان إلى دمشق بعد خروجهما في مظاهرة ضخمة ضد العدوان الثلاثي على مصر، الأمر الذي وضعهما تحت مطاردة البعض وأجبرهما على السفر من لبنان. بعد زواج دام ما يقارب 10 سنوات انفصل الزوجان عن بعضهما، وقد ذكرت مصادر عدة أن نجاح طلبت الطلاق بسبب مشاعرها تجاه الملحن محمد الموجي، إلا أن الجميع كذب تلك الإشاعات وأكد أن انفصالهما يعود لأسباب بسيطة عائلية. بعدها عاد الثنائي إلى بعضهما مرة أخرى ليعودا وينفصلا مرة أخرى وأخيرة عام 1977. تزوجت نجاح بعدها من الدكتور عدنان العريس الذي طلب منها الاعتزال، وكان ينزعج من جو الوسط الفني الذي تعيشه، الأمر الذي قاد زواجهما نحو الفشل. تزوجت نجاح مرة ثالثة، هذه المرة من الفنان فؤاد المقبل، والذي عاشت معه 20 عاما، انتهت بالانفصال أيضا. وكانت نجاح قد ذكرت في إحدى مقابلاتها أنه تقدم لطلب الزواج بها عشرات الشخصيات المعروفة، من بينهم الوزير السوري علي بوزو، والملحن كمال الطويل، ورجل الأعمال السوري عصام الدالاتي، لكنها رفضت ارتباطها بهم لأن شرطهم كان اعتزالها الفن، الأمر الذي رفضته نجاح. وعن قصة المعجب المهووس، ذكرت نجاح أنها عانت من معجب مهووس بها استمر بملاحقتها وواظب على إرسال عشرات الرسائل الغرامية لها والتي ملأت مكتب والدها، وكان يهددها بالانتحار إذا لم ترد عليه. وقالت نجاح: تناولت ورقة خطاب بنفسجية اللون وكتبت للمعجب الولهان رسالة أنيقة أرفقت بها ورقة من فئة 5 قروش، ونصحته بأن يشتري علبة أسبرين حتى تصعد روحه إلى السماء ويستقبله ملاك الحب. وبعد يومين وصل لنجاح رد لطيف، حيث أكد لها المعجب الولهان أنه تناول الأسبرين فعلا، وأن هذا الدواء قد شفاه من الصداع ومن ألم الأسنان ومن الحب أيضا. في السنوات الأخيرة فاجأت نجاح الجماهير بظهورها بالحجاب بعد عودتها من الحج، وتنتشر من حينها شائعة اعتزالها الفن، الأمر الذي تنفيه نجاح، وتضيف أن عدة شيوخ دين أكدوا لها أنها يمكنها الاستمرار بفنها مع ارتداء الحجاب.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.